السلام. نزلت الحلقات اللي صارت في 34، وهذا ستان كوميول تاع العصابة اللي كونت حركة حربية في المغرب، مدينة عثمان. نقول الماك هذا حركة إرهابية مسلحة. عندك إيفانمون اللي صرا على بالهم اللي كان يخوضوا السلاح، حرب بالسلاح. راح الشعب الجزائري كاع يدور عليهم وما راحوش يطولوا، يا لو كان مام با شهر يقضوا عليهم. دونك الشعب الجزائري كان يولي حرب نتاع عصابات ولا الاخر يخسروا. وتاني حاجة أخرى، راح العالم قاعد يوقف ضدهم، باسكو كي تكون حركة مسلحة يكونوا فيها دي ديباسمون، وتصرى الهجرة وتصرى فيها موراها حوايج بزاف تولي عنيفة. دونك راح يحكموا عليهم بالجرم، بذلك هذاك المهني راح يجيبوه دراع. دونك واش داروا؟ سياسة خبيثة اللي تفاهموا في المروك، يفو لامبلوزيون. كيفاش؟ بروفوكي دي وين خمو سخانة الصيف، يديروا نار يشعلوا هنا ولهيها. نهار سمعوا بلي بيل جيتس قال لهم الاحتباس الحراري راح تصرى فيها فيضانات، تصرى فيها حرائق ودنيا. هو هذاك بيل جيتس سان جويف سان سيونيست، ودخل في ليزيليميناسي المنورين، ودخل في الفرون ماسون. هما اللي كاسبين المال، هو روكفيلر وجماعة. دونك واش يديروا؟ شعلوا النار. كي شعلوا النار هما كانوا حاسبين باللي الدولة راح تتخلى على القبائل، وتما يلقاو أسباب وينوضوا ثورة وينوضوا. وديجا سبقوا داروا ديكا نتاع اغتيالات. الناس هادو مجرمين، قتلة سفالة فيهم قاعدك واش تتهضر. دونك واش يديروا؟ ايبا قتلوا ايبوسي، داروا كوديتا الحناشي اللي هو ناسيوناليست الجيريا. قتلوا ايبوسي هما لو جروب هايداك سي دو لا ميم مانيير اللي قتلوا بها جمال بن اسماعيل. سي لا ميم الخداع، ضربوه هما يقول لك بحجره، هي ماشي بحجره، حاجه حاده قتلوه بها. قتلوا ما طوبلوا الناس كما قلت لكم من قبل باش ينوضوا لاكابيلي. لاكابيلي الناس فايقين مع رواحهم. قتلوا مام ماشي محل الحسني، حسني تاع الغرب، باش ينوضوا الجزائر هذاك الوقت، باش يزيتي كونتر الاسلام كونتر والصراع. ان شاء الله ما يرجعناش هذوك الاعوام تاع الدم. وعلى جالهم هادو اللي كانوا داروا في هذيك لا ريجيون دي باتريوت، وراحوا قتلوا في دي ريجيون واحد اخرين وربي حاسبهم عليها. دونك اي بوسي ما طبلوا الناس حسني باش ما حدش ولا رزق في هذاك الوقت باش ينوضوا الناس. وزيد هذا العلاقه اللي بيناتهم، واش هو سو سون دي زارتيست ولا ان ارتيست؟ جو بونس با يروح يقتل. تلقاه مساكن داير كيتاره، داير فن، يكتب دي بارول، يعني اون فاستان بارول، يكتب دي بارول، هذا دي بوهم. دونك هذا السيد كما جمال الله يرحمه ستان دي سيناتور، يحب الطبيعه، يحب لا ناتور. دارك تشوف واحد شعره طويل هكذا، عرب لي كونكوا ماشي تاع مشاكل. شوفوا المسكين كيفاش داروا له، خدعوه. ماشي محال عيطوا له عنده علاقة مع الجماعة هذه، خيروا واحد باش ينوضوا اونتر كابيل
يا رب يا انكور، هذاك اللي كابيل اللي يقول انا كابيل، وريني بلي انت كابيل. سا في با دير تكونفيتيزي وزاد كابيل. لا كانت بكري حاوزوك ولا نفاوك وزوج جدك تما، عطاولو كاش وحده كبيره في العمر وتقول لي جو سوي كابيل، اسمح لي. دونك هادو الكلاب ديجا تشوف الفيجور تاعهم كازا نوفا، تشوف يشبهم اقسم بالله، غير تنجم تدورني بهم دي فيلم دورر، تنجم تديرني فيهم فيلم تاع الخلع اللي خلع دراسها. تشوف داروا له الامان ومشاو معاه، هو كان يطفي معاهم وقاعدين بتصاور ويجيبوهم، ما يحبوا يحصروا في لابوليس. ديجا لو فات اللي دخلت لونسيت تاع لابوليس تاع كوميساريا، ديجا راك انور لا لوا. السيد لابوليس حوسو يخرجوه، حبوا دافعوا عليه حتى لاخر كلمه، هي نورمالمون يهربوا به، مي مالوروزمون الحاكم اللي تليفوناه له قالوا له هكذا نورمالمون تما اللي تكون القوة العمومية تلحق لا جوندار بي تلحق لي فورس دور. وهاد خوافين اقسم بالله سي سون دي جون خوافين، تيري رصاصة قاع يهربوا كل معز، ماشي القبائل حاشا، ما نهضرش على انا يا نسابي قبائل، نسابي قبائل ولادي يعيطوا لاخر خالي. دونك نعرفهم، نروح للانسمان، نروح للبوغني، رحت راس كبيرة، رحت حتى الازفون والدنيا يعرفوني، ناس طيبين، ناس ما شاء الله مثل كاس الشكر تاع الاخر، تعرفهم ما وتلقاهم مشمين ومدارين على بالك باش تدخل تما تكون مشم. دونك واش يديروا هادو العباد؟ حبوا ينوضوا الجزائر، يديروها في دوامة تاع دماء، دوامة تاع دماء. شكون اللي عطى الأرض باش يدير؟ محمد السادس نهار قال الجزائر يا تفتح الحدود انا معك غير الخير، صافي دير العكس صحيح، الا ما تفتحيش تشوفي مني الشر. ايفيكتيفمون تلت ايام ابري ديكلارات، واش ديكلارات هاد النار هادي؟ بارفوا حتى وليت درت كاع الاحتمال، قلت واقيلا كان دي ساتيليت في السماء نتاع اليهود وتاع لي زيتازوني، عندهم ان فيسو دو لازير يشعلوا النار ايسي لا، سيرتو نهار تكون السميشه اون توت ازيموت، تلقى ما تشوفش هذاك الفيل اللي يجيب الساتيليت ويشعل النار. ساعات ساعات هكذا نخمم نقول راني في عالم تاع الخيال، نقول اه. ومن بعد كي نشوف لي في كيفاش الوقت التوقيت وقعدك، كان نيران اللي شعروا في النار تنجم تاني للازير تشوفه في الليل هكذا. دونك امبوسيبل في الليل يبان له في سؤال، في النهار ما يبانش. وليت نقول واقيلا لي زيتازوني اسرائيل بالساتيليت هايدا تبعت لي زون هايدا بيان ريكتيلين تشعل فيهم النهار ايسي اي لا، ما النهار ما يبانش هذاك لو فيسو. وقالت لا لا هو عمرك كي دير لي فيه تلقى لو ماك هو دارير كلش، تريكو الاحمر والشابونه حمراء، هادو لي غراد، لي غراد كما نقولوا احنا اجيدون شاف. ولي تلقاه لابس كري تلقاه كما سارجون شاف، ولي كابورو والجنود هادوك تلقاهم لابسين بلا صفر فيها حاجه تاع كوتي جياسكا. هادو هما الماك الحركه الارهابيه، مشمين تريكو الاحمر سيتان غراد تريكو الكري والاصفر، هادو هما كان تحكمه، كان دولة تحكمهم وتزيرهم توصل كل واحد يجيب 10، وهذوك ال10 يجيبوا 10 ولا 10 يجيبوا 10، باسكو الناس رجلها في جماعة. شت الديب، الديب كي يكونوا في جماعة يغلبوا، كي يكونوا وحده يهرب. هكذاك هادو، هذا نهار تحكمه ديب هذاك تاع كان غير جا ديب في حال تلقاه يمشي الاول يبان وجهه، تلقاه هكذا يجي هو الشاف تاع الديوبا يجي يقابلك ويقابل الراعي، الاخرين اللي يهربوا. مي هادو ما با حكمو تاع الحيوان، السباع يبان هاوليك يجي تلقاه يبان، هادو قاع مخبيين يخدموا كي السوسه يكرطوا، خاطر العامل المسلح ما ينجحوش فيه عارفين. دونك واش يديروا نتاع الخبث هذا؟ واش عليه يموتوا؟ والله غير مديسيدين يقتلوا مليون تاع مساكن القبائل اللي ما حبوش يتبعوه.
ils sont capables de les tuer. Le fait les matou, la jaïz ou tafle hadik les mat jat sellek l'akhor, Allah yalhamhom, ou matou les militaires à la jaïz, ils sont capables de tout. Wallah oui, le gars au sem, il remet au filma, rire, il remet au sem. Hada ouwa le mak. Ya jma'a, le mak les raouf le qbaïl haouzohom, biyou bihom. المهني هذاك نورمالمون سي لو مومون باش تعيطوا له تجيبوه من يتحاسب هنايا، ديروا امبريسيون على لا فرونس سهله، قول لهم بلي راح ندير اون باز ميليتار روس هنايا، تشوف كاش يولي كي لوطون كي الاخر، يولي يجي ما ديرش ونعطيو لك هذاك واسمه، ندير لا باز ميليتار تاع لا شين او ميم طون، ما نخسر والو نديرهم في السود جهه بشار، والاخر نديرو جهه تندوف، وشوفوا والله غير كاي يوليو يحلو ميم لي زيتازيني تولي تحلل باسكو مع لا كريز هادي ما كاش بلاد اللي تحوس تدخل في حرب علاه كان تدخل في الحرب راح تخسر ماليا وكاع ما كاش ما الاول كانت الامريكا تدخل روحها هاي طلقت افغانستان وطلقت افغانستان بالحيله واش يصرى باش يصرى مشكل كبير واش من المشكل هذاك باش الروس يحبسوه دونك الماك او جاي وقتك باش تخلصوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.